من هم العترة هنا؟ هل هم الخمسة أصحاب الكساء؟ هل هم الزوجات؟ هل هم بنو هاشم؟ هل هم بنو عبد المطلب؟ هل هم بنو العباس؟ أم جعفر والعباس وحمزة؟ فإحنا النهاردة عايزين نوصل أي حديث فيهم هو الملزم لنا في مفهوم أهل البيت. السند في كل الأحاديث التي ورد بأسماء الاثنى عشر ضعيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، تفضل. الله يحفظك. تفضل. بالنسبة لأهل البيت مفهوم، بالنسبة لأهل البيت مفهوم عام تشمل زوجات النبي وأولاده وأقاربه. اسمك يا فندم؟ أبو العباس. أبو العباس. بتقول مفهوم الأهل هنا في الزوجة والزوجة والابن والعبيد والإماء كلها تدخل ضمن مسمى الأهل، أهل بيت الرجل. لا، أنا بتكلم عن الذين سماهم النبي. أنا بتحدث عن الذين سماهم النبي في الروايات الشيعة، وليس بمعنى الأهل اللفظ العام والخاص. نعم، الذي سماهم النبي لما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، دعا رسول الله عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي. ما قالش كده خالص. هذا في صحيح مسلم. فين قال اللهم هؤلاء أهلي؟ في صحيح مسلم. دعا عليا وفاطمة والحسن والحسين مسلم. تمام، وتقدم بهم للمباهلة. تمام، أحسن لهؤلاء. أما في حديثك أنت ربطت ما بين حديث اللي هو اللهم إن هؤلاء فاذهب عنهم الرجس طهيرهم تطهيرا، ده حديث آخر. مش بتكلم في النقطة دي، أنا بتكلم دلوقتي في مفهوم الأهل الخاص عند النبي. النبي يحدد عندك الزوجة طارة، اسمع الخاصة هو الزوجة، وحدد علي وجعفر والعباس وحمزة. تمام، خاصة هو. تمام، حددهم خواص. ثم حدد بنو عبد المطلب، بنو هاشم، بنو العباس. يبقى إذن النبي تحدث في الخاص في أهل بيتي عن متعددين، وفي الروايات الشيعية عن الاثنى عشر، وفي روايات أخرى الخمسة فقط. أنا دلوقتي أوفق ما بين، اسمعني يا أستاذ، أوفق ما بين الكتاب والعترة. من هم العترة هنا؟ هل هم الخمسة أصحاب الكساء؟ هل هم الزوجات؟ هل هم بنو هاشم؟ هل هم بنو عبد المطلب؟ هل هم بنو العباس؟ أم جعفر والعباس وحمزة؟ تفضل حلل الخلاف ده. ده اللي بتكلم فيه، ما بتكلمش بقى في المعنى العام. نرجع المعنى العام، يدخل الصنور في اهل البيت. تمام، ما عندناش خلاف في ذلك. تفضل. نرجع الى كلام اهل اللغه، ما معنى عترة الرجل؟ انا بتكلمش في اللغه دلوقتي يا استاذ، انا بتكلم في دلوقتي في المعنى الاصطلاح الشرعي الذي بيانه النبي في مروياته. انا اسالك سؤال، ما تخشليش في اللغه دلوقتي. تفضل. سؤال جيد، هل السيدة عائشة من أهل البيت؟ نعم، إحنا عندنا نعم كل أهل، كل من حرم عليه الطبقة هو من أهل البيت. أخي اسمعني الله يخليك. بجاوبك. السيدة عائشة من أهل البيت، تمام؟ نعم. لو طلقها النبي هل ستكون من أهل البيت؟ لا. أحسنت، إذن أهل بيته هم من حرم، كما قال مسلم، قالوا أليس نساءه من أهل بيته؟ قال لا، لم يقل انه انا ساقول لك. انا عارف الحديث اللي عايز تقوله يا استاذ، اذا طلقها المراه فتخرجت من اهل البيت، ده كلام مش كلام النبي. يا عم الحاج، ده مش كلام النبي، ده كلام الصحابي. اذا اسمع بس كلام الصحابي ابن عباس على ما اتذكر، ده رقم واحد. اذا بعد اذن حضرتك يا استاذ، بعد اذن حضرتك الان، النبي لم يطلق زوجاته. تفضل. النبي تحدث ان زوجته التي هي على ذمته من اهل بيته. انت بتخش لي في معرض تاني خالص، فهمني؟ متى تقول لي أن عائشة أو حفصة أو أم سلمة رضي الله عنهم جميعا ليسوا من أهل البيت إذا مات النبي وهم مطلقات وليسوا في عصمة محمد صلى الله عليه وسلم، يخرجون من أهل بيت؟ لكن أنا بحدثك عن أمر واقع لا محالة، أن النبي ذكر العباس من أهل بيته. هل النبي لو طرد العباس من بيته خرج من أهل البيت أستاذي؟ كلامك صحيح. رد على سؤالي. النبي لو طرد العباس من بيته هل معنى ذلك أن العباس خرج من أهل البيت؟ لا، يبقى أحسن. من أهل البيت، يبقى من أهل البيت. فدلوقتي أنا عندي معاني لأهل البيت بأحاديث صحيحة عندك في المرويات أن النبي سمى أهل البيت، معارضة مع بعضها البعض على حسب ما تدعي الشيعة في الاثنى عشر. فإحنا النهاردة عايزين نوصل أي حديث فيهم هو الملزم لنا في مفهوم أهل البيت. السند في كل الأحاديث التي ورد بأسماء الاثنى عشر ضعيف. أعطيت لكم بأحاديث صحيحة في أن الزوجة من الأهل، وجعفر من أهل بأحاديث صحيحة صحاح علماء، وأن بنو هاشم وبنو العباس وبنو عبد المطلب من الأهل. حل الإشكال، نتكلم في المعنى الخاص. تفضل. أنا
أنا أتفق معك في كل ما ذكرت، أنا أتفق معك، ولكن الاختلاف في نزول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هنا أصبح الاختلاف، قيل أن الآية حسب السياق تخص نساء النبي، ولكن هناك وردت أحاديث صحيحة كثيرة أن النبي قد غش فاطمة وعلي والحسن والحسين بكساء يماني، وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا في بيت أم سلمة، وأرادت أم سلمة أن تدخل تحت الكساء قال لها تنحي إنك إلى خير. هنا الاختلاف أخي. طب خد عندك الروايه دي يا استاذ الفاضل من بحار الانوار للمجلسي تفضل. باب جزء 22 صفحه 221 باب احوال ام سلمه. تمام، نعم. شايف على الشاشه ولا مو شايف؟ لا مو شايف، انا من الموبايل جاي اتكلم. طيب من الموبايل حضرتك بتتكلم وبتابع الشاشه عندما ادخلها النبي صلى الله عليه وسلم في اهل البيت. تمام، فقالت ادخل يا رسول الله. تمام، إلى أن يقول ادخلي يا أم سلمة. ماشي، ممكن المصدر تاني بحار الأنوار للعلامة المجلسي جزء 22 صفحة 221 وحديث مسلم الذي قال لها أنت على خير يا أستاذنا الفاضل. نعم ممتاز، هذا نعم. معناه أنها نعم. تم جمعها في الآية فلا داعي لأن يجمعها بالحديث لما عندما قال لها، لأن الآية أصلا مخاطبة للزوجات. فبعد لما يقول لك كده ايه خلاص يا عم الحاج انت نزل فيك القرآن، الحديث لا انت بخير، انت على خير خلاص. فهذا مفهوم للجميع واضح جلي عندما قال لها انت على خير، هذا مفهوم واضح جلي ان النبي اراد الخير للحسن والحسين وفاطمة وعلي كما اراد الله الخير لزوجات النبي، ولذلك استخدم النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الدعاء ولم يقل ايه أن الآية خاصة بهم فقط، ولكن فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فاذهب دعاء عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فحضرتك الآن برضو الآية شملت زوجات، وقال العلامة كمال الحيدري تذكير الضمير، هذا في دروس وتعارض الأدلة 552 درس 552 حول آية التطهير، قال بنفس اللفظ تذكير الضمير ليس لخروج نساء النبي من التطهير بل لكي يشمل غيرهم التطهير، والدلالة على ذلك لو أن تذكير الضمير يخرج جميع النساء ما دخلت فاطمة أصلا بتذكير الضمير. تفضل يا فندم. أسألك سؤال أستاذ أشرف. تفضل يا فندم. حسب معلوماتك أن النبي عندما قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، قال دعا بهذا الدعاء قبل نزول الآية أم بعد النزول يا فندم؟ بعد النزول. نعم زين، الله سبحانه وتعالى رأسا أدخل علي والحسنين يعني قبل أن يدعو النبي، كيف يكون ذلك؟ إزاي حضرتك يا فندم؟ الآية نزلت أولا مخاطبة، عندما فأراد النبي صلى الله عليه وسلم. يا أستاذ بعد إذن حضرتك، أستاذ أبو العباس، تمام، أنت بتقول لي الآن جميع الشيعة يعترفون أن الآية قبل الحديث، او جلا من الشيعة، بلاش جميع، جلا من الشيعة يعترفون ان الايه قبل الحديث. ممتاز، تمام، يبقى اذا حضرتك انزلت الايه القرانيه فوجد النبي فيها خيرا كما قال الالوسي على ما اتذكر في تفسيره، فعندما علم النبي ان الخير اتي لا محاله اراد ان يجمع غيرهم في الخير الذي اتى به الى زوجاته. ممتاز، والدليل على ذلك حسب يعني يا استاذي ده دليل على معتقد اهل السنه، الدليل على ذلك حضرتك، بس احنا مش بنتكلم في من التطهير الان، احنا بنتكلم في لفظ الاهل الان عشان بس ما ننسقش بره موضوع الحوار ونقطه البحث ابو العباس. فابو العباس الان انا دلوقتي عندي تعارض في الروايات، الشيعه حطت ثلاث قواعد حين التعارض في الروايات، صح؟ اما مخالفه العامه او العرض على القران، تمام، او العرض على احاديث اهل البيت، صح ولا مو صح؟ صحيح كلامك. انا دلوقتي لو عرضت احاديث الامه على العامه الشيعه مش هتعمل بحديث الصقلية، لو عرضت حديث خذوا ما يخالف العامه الشيعه مش هتعمل بحديث الصقلية، لو انا وعرضت على القران اجد ان القران مخاطبا للزوجه بالاهل واهل المكان العامه بالاهل والابن بالاهل، ولم يخاطب القران الكريم ابناء البنت بالاهل، يبقى اذا العرض على القران شنك. القاعده الثالثه اللي هي العرض على احاديث اهل البيت، طب انا عندي معارضه في الاصطلاح، مرة قال لي العباس، مرة قال لي الزوجة، مرة قال لي بنو هاشم، بنو عبد المطلب، بنو جعفر، احلها ازاي استاذنا؟
أستاذ أشرف، أنا أكتفي لحد الآن وأشكرك على بحثك وأشكرك لسماحك أن تسمع مني لا انا معاك، اتفضل. وأتابع وعلى فكره بحثك معك. انا عايزك ابو العباس الشيء المحترم تابع حلقه بكره بقى. لماذا؟ لان انا هوريك ايضا التناقض في الروايات ما بين مفهوم الاهل والآل في المعتقد. فهمني ولا مو فهمني في النقطه دي؟ ان شاء الله يعني انا هوريك اعطيني فرصه حتى ان هناك خلاف ما بين العتره والاهل والآل. شكرا والله لك ابو العباس، على هذا الخلاف بكره ان شاء الله في حلقه بكره هنعرضه ان شاء الله اذا كان في العمر بقيه. شكرا جزيلا، شكرا لك ابو العباس، وبنشكرك الله لادبك. الله يعطيك العافيه. شكرا لك يا فندم، في حفظ الله، في امان الله. شكرا في حفظ الله. شكرا جزيلا، شكرا يا فندم. اتمنى الشيء على اسمع الشيء تكون حزوه ابو العباس.